برافو يا سعيد، دائما نظف اسنانك وما تنسى انك تستخدم الخيط مرة على الاقل يوميا مشان تنظف الاماكن اللي ما بتوصلها فرشاية الاسنان. في شيء ما بينتبهوا له كثير من العالم اللي هو تنظيف اللسان، واللي بيعتبر اكبر مكان لتجمع البكتيريا بالفم. حسب منظمة الصحة العالمية، مشاكل الفم والاسنان هي رابع المشاكل الصحية بالدول المتقدمة، بينما صحة الفم بتشكل 5-10% من مجموع النفقات الصحية العمومية. يعني تخيل يا سعيد قديش فينا نوفر فلوس وعذاب بخمس دقائق بس بعد الوجبات الرئيسية. وكمان ثبت أنه في عوامل مشتركة بين صحة الفم والأمراض المزمنة الرئيسية الأربعة، اللي هي أمراض القلب، السرطانات، أمراض التنفس والسكري. معظم البكتيريا في الفم غير مؤذية، ولكن الإهمال بيسبب تكاثر الأنواع المؤذية، وبالتالي بتلتهب اللثة. والتهاب اللثة ممكن يسبب مضاعفات خطيرة مثل التهاب بطانة القلب. صحة الفم مش مزحة، وما تنسوا زيارة طبيب أسنانكم مرة كل 6 أشهر للكشف عن أسنانكم وتنظيفها. وعساكم دوم بصحة وسعادة.